بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اللقاء 42 من سلسلة اللقاءات الشهرية التي ينظمها مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة مع والدنا وشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله أن يبارك لنا في عمر شيخنا، وأن يمد بعمره على طاعته، وأن يرزقه العلم النافع لعباده، وأن يهبه عملا صالحا يرضيه، جزاه الله عنا خير الجزاء. ولكم بمثله. وهذا اللقاء ولله الحمد كما ترون له آثار حميدة، وينعقد هذا اللقاء بعد شهر رمضان المبارك، ذلكم الشهر الذي تنوعت فيه العبادات، والكل أو الكثير من الإخوة يشكو من ضعف الهمة بعد رمضان وضعف العزيمة. وأقترح ولست فارضا، فالأمر لفضيلة والدي وشيخي، لو كان الموضوع فيما يتعلق في حفز الهمم على الاستمرار على الأعمال الصالحة بعد رمضان، كيف يحفز الإنسان هذه الهمة لتكون كما كان عليه الصلاة والسلام ليله كله 11 ركعة؟ أترك لفضيلة والدي وشيخي هذا الموضوع، جزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه وسدد خطاه، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نشكر الله سبحانه وتعالى أن من علينا باستكمال شهر صيام رمضان وقيامه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية، وهي أعز ما يكون شأنا وأرفع ما يكون ذكرا. ولا شك أن الإنسان في شهر رمضان قد آتاه الله تبارك وتعالى قوة على الطاعات، على الصلاة والذكر وقراءة القرآن والصدقة والصيام وحسن الخلق وغير ذلك مما هو معروف لكثير منا. ولكن هل إذا انقضى رمضان انقضى العمل؟ لا ينقضى العمل أبدا إلا بالموت، لقول الله تبارك وتعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمر الله تعالى أن نبقى على الإسلام إلى الموت. وقال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أمدا إلا الموت. ثم تلا هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. والإنسان يعلم أن الزمن يمضي سريعا ويزول جميعا، وأنه لن يتقدم إلى الآخرة بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة، بل باللحظة، اللحظة الواحدة كوميض البرق أو كارتدار الطرف، هي تبعدك من الدنيا وتقربك إلى الآخرة. فالعاقل الحازم هو الذي يدين نفسه ويحاسب نفسه ويعمل لما بعد الموت، والعاجز هو الذي أتبع نفسه هواها
وتمنى على الله الأمان، فرط في الواجب وقال إن الله عفو، انتهك المحرم وقال إن الله غفور، توانى في طاعة الله عز وجل وقال رحمة الله أوسع من عملي. ولا شك أن هذا عجز وضعف في الهمة. فلننظر الأعمال الصالحة في رمضان: صلاة، قيام، ذكر، قرآن، هل هذه الأعمال انقطعت بانتهاء رمضان؟ لا، لم تنقطع. الصيام لم يزل مشروعا، فهناك أيام تصام ويحصل بصيامها من الثواب والأجر ما يليق بها. فلنبدأ أولا بالصيام التابع لرمضان، وهي 6 أيام من شوال. هذه الأيام 6 بمنزلة الراتبة التي بعد صلاة الفريضة، بمنزلة الراتبة التي بعد صلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. إذن الصيام مشروع. صيام 6 أيام من شوال سواء صامها الإنسان متتابعة أو صامها متفرقة يحصل له الأجر، لكن لا شك أن إذا كانت متتابعة أفضل. هناك أيضا صيام آخر غير 6 أيام من شوال، مثل صيام 3 أيام من كل شهر. فصيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض: 13 و14 و15. صيام يوم الاثنين والخميس مشروع. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعمل أن يعرض عملي وأنا صائم. صوم 9 ذي الحجة مشروع، لأنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. والصيام لا شك أنه عمل صالح، فيدخل في العموم، وبالأخص يوم عرفة لغير الحاج، فإن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهناك أيضا صيام عاشوراء، العاشر من شهر محرم مشروع، لكن يصام يوم قبله أو يوم بعده. وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. هناك صوم أوسع من هذا كله وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذن لم نعدم ولله الحمد مشروعية الصوم، فالصوم مشروع وباقي مشروعيته. قيام الليل هل انتهى بانتهاء رمضان؟ لا، قيام الليل مشروع كل ليلة، لقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولقول الله تعالى في وصف المتقين الذين هم أهل الجنة: جعلني الله وإياكم منهم، قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال تعالى: يدعون ربهم خوفا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كل ليلة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يجعل له نصيبا من آخر الليل ولو كان قليلا، ولا يحقرن شيئا، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لو تجعل لك نصف ساعة من آخر الليل تقوم فيها تصلي ما شاء الله وتختم الصلاة بالوتر لكان في هذا خير كثير، وكنت من القائمين بالأسحار المستغفرين بالأسحار. فلا تحرم نفسك الأجر، قدم النوم نصف ساعة لتستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة. الأذكار، قراءة القرآن ما زالت مشروعة ولله الحمد، قراءة القرآن مشروعة كل وقت، من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. الذكر مشروع، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة فإنها تكون حرزا له من الشيطان. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من بني إسماعيل. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن قال سبحان الله وبحمده فقد نال ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حول هذه الكلمة، حيث قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان في اللسان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأبواب الخير كثيرة، النفقات، الصدقات في كل وقت، حتى ما تأتي به من الطعام لأهلك من الخبز، اللحم، الرز، الفواكه، البطيخ، فإنه صدقة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، يعني نالك الأجر، حتى ما تجعله في فم امرأتك، أي في فم امرأتك. فالخير كثير. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه على كل سلامة من الناس صدقة، والسلامة هي الأعضاء والمفاصل، وفي الإنسان 360 مفصلا، كل مفصل عليه صدقة كل يوم. ولكن أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، إماطة الإذاعة عن الطريق صدقة، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل عمل صالح صدقة. نعمة وخير كثير، لكن الكسل. لذلك أحث نفسي وإياكم على العزيمة الصادقة والنشاط في طلب الخير والإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولا تحقرن شيئا. إن الله عز وجل إذا تصدق العبد بصدقة تعادل تمرة، ولكنها من كسب طيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها له
كما يربي الإنسان فلوه يعني صغار خيله حتى تكون مثل الجبل. فالخير واسع ولله الحمد. دراستنا الآن دراسة الطالب في المدرسة، هل هو من الخير أو لا؟ أسأل، من الخير ما دام يريد به وجه الله فإنه من الخير، وهو يريد به وجه الله، يريد أن يصل إلى العلم، يريد أن يتبوأ مكانا قياديا يقود به الأمة في التعليم، في القضاء، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في التدبير، لأننا أصبحنا الآن في وقت لا يمكن أن يكون الإنسان قياديا حتى يكون معه شهادة. وأنت إذا نويت بهذه الدراسة تحصيل العلم مع الوصول إلى المرتبة القيادية كان ذلك أجر كثير وخير، ولا ينقص من أجرك شيئا، فأبواب الخير كثيرة. ثم أعلم أخي المسلم أن من حكمة الله عز وجل أنه لما انقضى موسم الصيام جاء موسم الحج، وليس بينهما فاصل، لأنه من حين أن تغرب الشمس آخر يوم من رمضان ينتهي إيش؟ ينتهي الصيام، ركن من أركان الإسلام، وفي تلك اللحظة يدخل وقت الحج. الحج أشهر معلومات، أولها شوال وآخرها ذو الحجة، وهذه من حكمة الله ومن رحمة الله، حتى يكون الإنسان دائما يتقلب في طاعة الله عز وجل. ولهذا كان الناس في الزمن الأول يشدون الرحال من الآن، أي من شوال، ولذلك نجد المؤلفين الذين ألفوا في وظائف العام نجدهم يتكلمون على الحج وشروط الحج من شوال، لأنه في ذلك الوقت كان الناس يحجون على الإبل أو على الأقدام، وأذن في الناس بالحج يأتوك إيش رجالا يعني على أرجلهم، وعلى كل ضامر يعني ويأتون على كل ضامر من الإبل يأتين من كل فج عميق. فالآن ونحن في استقبال الحج يجب أن نعرف شيئا من شروط وجوبه. من شروط الوجوب في الحج وهو من أهمها أن يكون الإنسان مستطيعا، يعني عنده قدرة مالية وقدرة بدنية، فإن كان عاجزا لم يجب عليه الحج. ودليل ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا قدرنا أن شخصا عنده وظيفة قدرها 5000 ريال لكنها لا تزيد عن كفايته وكفاية عياله، فهل لازمه الحج؟ لا، لازمه الحج ولو كان راتبه مرتفعا، ما دام هذا الراتب لا يكفيه وعائلته، يعني لا يزيد عن كفايته وعائلته، فإنه لا حج عليه. كذلك لو فرضنا أن شخصا عنده 10,000 ريال لكن عليه دين قدره 10,000 ريال، هل يلزمه الحج؟ لا، لا يلزم، يوفي الدين أولا ثم إن بقي شيء حج به، وإلا فليس عليه شيء. يعني مثل هذا الرجل يلقى الله عز وجل غير ناقص الإسلام، يعني إسلامه كامل ما في نقص. لماذا؟ لأنه لم يستطع، كالفقير الذي ليس عنده مال، هل تجب عليه الزكاة؟ لا. وإذا لم يزكي هل نقول إن إيمانه ناقص أو إسلامه ناقص؟ لا. ولهذا نحن نطمئن إخواننا الذين لا يستطيعون أن يحجوا، نطمئنهم أنه لا نقص عليهم في ذلك،
لأن ربهم عز وجل الذي بيده الأمور وهو الحاكم بين عباده لم يوجب الحج على الناس إلا إذا استطاعوا إليه سبيلا، فلا ينبغي أن يقلقوا. بعض الناس تجده قلقا، ربما يذهب يستدين بقرض أو غيره ليحج، نقول هذا غلط، لا ينبغي أبدا، ما دام الله قد وسع عليك فوسع على نفسك. أنت إذا حججت استقرضت من شخص وحججت بقيت ذمتك مشغولة، بماذا؟ بهذا القرض الذي استقرضته وهو حق آدمي. لكن إذا لم تستقرض ولم تحج هل تبقى ذمتك مشغولة؟ لا، لأن الحج لم يجب عليك حينئذ. كذلك أيضا بالنسبة للنساء، إذا لم يكن للمرأة محرم، قالت مثل لأخيها حج بي وأنا أعطيك النفقة، قال لا، وقالت لجميع محارمها فأبوا، فلا تقلق ولا تضجر لأنها لا حج عليها. لماذا؟ لعدم الاستطاعة. فإذا قال إنسان هي مستطيعة، بدنها قوي ومالها كثير، قلنا نعم هذا استطاعة حسية لكنها غير مستطيعة شرعا، إذ أنها ممنوعة شرعا من أن تحج بدون محرم. إذا أراد الله عليها أن تموت قبل أن تحج وهي لم تجد محرما، فهل تلاقي ربها وهي ناقصة الإسلام؟ لا، لأنها لا تستطيع. لو عصت الله وذهبت بدون محرم لكانت عاصية، لكن لو بقيت في بلدها وهي غير قادرة على المحرم لم تكن عاصية وتلقى ربها وليس في دينها نقص. ولكن في هذه الحال لو أراد ورثتها أن يحججوا عنها من مالها الذي خلفته، فهل يثابون على ذلك أو لا؟ الجواب نعم، يثابون على ذلك. يعني لو أن ورثتها ورثوا منها مالا كثيرا وهي لم تحج لأنه لا محرم لها، فأراد أحدهم أن يتبرع لها بحج من مالها واتفق الورثة المرشدون على ذلك فلا حرج وهو من الخير. ثم إنه ينبغي لمن أراد الحج أن يختار الرفقة الصالحة العالمة، لا يكفي مجرد الصلاح لكن لا بد من علم، لأن مسائل الحج من أكثر ما يكون إشكالا، يعني يتحير فيها أحيانا العلماء الكبار. لهذا إذا أردت أن تسافر إلى الحج فكن مع رفقة أهل صلاح وأهل علم. أهل صلاح يعينونك على العبادة وعلى فعل الخير، أهل علم يرشدونك ويدلونك على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولتحرص على أن يكون معك من المال ما يزيد عن كفايتك، لأنه ربما يطرأ في أثناء السفر أمور تحتاج إلى مال، فمثلا إذا قدرت أنه يكفيك 5000 وأنت قد أغناك الله فخذ كم؟ خذ 10، ما في مانع، ربما تحتاج أنت أو يحتاج رفيقك. لو حصل مثلا على الراحلة حاجة وليس معك فلوس تعطلت، لكن إذا كان معك فلوس أمكنك أنت أن تدفع ما تحتاج إليه وتمضي في سبيلك. ونقتصر على هذا لأن جاء وقت الأسئلة،
ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. جزا الله شيخنا ووالدنا على هذه الكلمات خير الجزاء ونفعنا بعلمه. والآن نعرض هذه الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ: شخص لا يستطيع الصيام وهو مريض مرضا لا يرجى برؤه، وفي هذا العام أخرج الفدية نقودا قبل شهر رمضان، فهل عمله صحيح؟ فإن كان غير صحيح فماذا عليه الآن؟ ما أخرجه من الدراهم قبل رمضان فهو صدقة يثاب عليه إن شاء الله، لكنه لا يجزئه عن الصيام لسببين: السبب الأول أنه لم يحن وقت الصيام، والسبب الثاني أنه أخرجه دراهم. والواجب أن يكون فدية طعام مسكين، طعام مسكين كما قال عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فنقول للأخ الذي أخرج الدراهم قبل دخول رمضان، نقول: هي صدقة، وأخرج الآن إطعام، بل وأطعم الآن 29 مسكينا، إما أن تجمعهم على غداء أو عشاء ولو متفرقين، مثلا لو صنعت طعاما عشاء وغداء لخمسة في اليوم الثاني لخمسة في اليوم الثالث حتى تكمل فلا بأس، وإلا فأعطهم شيئا غير طعام، يعني حبا ومقداره لكل مسكين تقريبا كيلو من الرز، وبذلك تبرأ الذمة. يقول فضيلة الشيخ: رجل عنده فشل كلوي ويريد أن وهو يرى أنه يستطيع أن يقضي ما عليه من صوم رمضان، لكنه لا يستطيع أن يصوم في الأسبوع إلا في يوم واحد وهو يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث أنه اليوم الوحيد الذي لا ينشغل فيه، ففي الخميس يغسل وبقية الأسبوع يدرس، ولا يتمكن من الصوم إلا في يوم الجمعة، فهل له أن يصوم فهل له أن يصومه مفردا له، أم يبقى حتى الإجازة الصيفية فيصوم؟ الذي أرى أنه يبقى إلى الإجازة الصيفية، لأن قضاء رمضان موسع للإنسان أن يؤخره إلى أن يبقى من شعبان مقدار ما عليه من الصوم. وأما صوم يوم الجمعة فجائز إذا كان لسبب، وأما إذا لم يكن لسبب فإنه يكره أن يفرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها أن تفطر لئلا تفرد يوم الجمعة. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام أو ليلة الجمعة بقيام. لكن لو فرضنا أن الأمر أن الإنسان احتاج إلى صوم ذلك اليوم، أو صام يوم الجمعة لا لأنه يوم الجمعة لكن لأنه وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فلا حرج عليه، لأنه لم يصم الجمعة لأنها جمعة، ولكن لأنها يوم عرفة أو لأنها يوم عاشوراء أو ما أشبه ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل صوم ست من شوال سنة مؤكدة أم لا؟ لأني سمعت من بعض الإخوة أنهم قالوا ليس بسنة ولا هي مؤكدة، إنما المؤكد أيام البيض والخميس والاثنين، أما السنة فليس وارد، أما الست من شوال فلم ترد إلا عند مسلم ولم يذكرها أحد. نعم. فما قولك وفقك الله؟ قولنا إنها سنة، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من صام رمضان
ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وإذا كان مسلم قد انفرد بها فرضا، يعني لو فرضنا أنه انفرد بها فصحيح مسلم مقبول عند العلماء، وليس هذا الحديث في أي منافاة لأحاديث أخرى. وكون بعض الناس لا يرى أنه مستحب لا يعني أنه غير مستحب عند الله، فالصواب أنه من الأمور المطلوبة المسنونة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورغب فيها. لكن كون الإنسان يعتقد أنها فرض بحيث إنه إذا صامها في عام رأى أنه لزاما عليه أن يصومها كل سنة فليس كذلك، هي سنة، من صامها حصل الأجر ومن لم يصومها فليس عليه وزر. نعم. امرأة انقضت أياما من رمضان في شهر شوال ونوت صيام قضاء أيام من رمضان مع صيام ست من شوال، فهل صيامها صحيح على هذا النحو؟ يعني كأنها نوت اليوم عن يوم القضاء والتطوع، وهذا لا يصح، ويكون صومها قضاء فقط، لأن صيام ست أيام من شوال إنما يكون بعد انقضاء أيام رمضان. نعم. يقول الحكم لا بأس يكون عن قضاء، عن القضاء. يقول شيخنا الفاضل: أحبك في الله وأسأل الله أن يظلك تحت ظل عرشه العظيم. آمين. ومن سمع. يقول: جاء والدي لأداء العمرة من مصر عن طريق البحر مارا بجدة ولم يحرم، وذهب إلى المدينة للزيارة ثم أحرم من الميقات وأدى العمرة، فهل عليه شيء؟ وهو الآن يمكث في مكة منتظرا الحج، فهل عليه فدو أم لا؟ نعم، ليس عليه شيء ما دام الرجل جاء قاصد المدينة ثم تجاوز الميقات متجها إلى المدينة ثم عاد فأحرم من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة فليس عليه شيء، وما دام منتظرا للحج فإنه متمتع، وقد قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فعليه الهدي إذا قدر على ذلك، وإن لم يقدر فإنه يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع، يعني إذا انتهى من أعمال الحج، وله أن يصوم الأيام 3 من الآن ما دام يعرف نفسه أنه لن يستطيع الهدي، فله أن يصومها من الآن. نعم، يعني يصوم 3، أما 7 فبعد فراغ الحج. يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب متزوج من ابنة عمي بمهر معين، وعقد ابن عمي على أختي بمهر مختلف عني ولم يدخل بها، وذلك بعدي بعدة أشهر، مع العلم أن كلا المرأتين قد وافقتا على الزواج ولم تكونا مكرهتين أبدا، ولقد سألت والدي: هل بينك وبين عمي اشتراط؟ أي لا أزوج ابنك ابنتي حتى تزوج ابنتك من ابني؟ فقال: لا. وقال والدي: أنا لم أزوج أختك إلا برضاها، ولو رفضت فلن أرغمها. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل هذا النكاح يعتبر شغارا؟ وإذا كان شغارا فما الحل، مع العلم أن زوجتي حاملا الآن؟ هذا ليس بالشغار، لأنه لم يشترط فيه أن يزوج أحدهما ابن الآخر، وما دام ليس فيه شرط وإنما وقع اتفاقا يعني مصادفة فإنه ليس بالشغار، على أن من العلماء من يقول: حتى لو وجد الشرط ما دام المهر هو المهر المعتاد وكل من الزوجين كفء للزوجة وكل من الزوجتين راض بذلك فإنه ليس شغارا، لأن الشغار هو ما خلى من المهر وهذا لم يخلو من المهر. أما المسألة التي ذكرها السائل فلا شك أنها ليست من الشغار، وأن النكاح صحيح ولا ينبغي أن يقلق من ذلك. يقول: شخص تجارته بالتقسيط أي تقسيط السيارات، والعلماء والعملاء عنده على نوعين،
نوع يسدد بانتظام ونوع تمر السنون تمر السنوات ولا يسدد. السؤال: كيف يزكي على هذا المال؟ هل يطبق كيف يزكي على هذا المال؟ هل ينطبق على النوع الثاني مسألة المعسر والملي أم أنها عروض تجارة؟ وكيف يزكي على النوع الأول؟ هل الحولان حول واحد أم بماذا؟ أما الأول الذي يسدد في وقت حلول الدين فهذا موسر، يجب على الإنسان أن يزكي ما في ذمته من الدين مع ماله، وإن شاء قيده فإذا قبض منه الدين زكاه لما مضى. وأما الثاني الذي لا يستطيع الوفاء يحل عليه القسط وليس عنده شيء فهذا معسر لا يجب في دينه زكاة، لكن إذا قبض دينه زكاه لسنة واحدة ولو كان قد مضى عليه سنوات، لأن القاعدة في الديون هكذا: الديون على المسرين تجب زكاتها كل سنة، لكن الدائن مخير بين أن يخرج الزكاة مع ماله أو ينتظر حتى يقبض فيزكي لما مضى. أما الثاني وهي الديون على المعسرين فلا زكاة فيها، لكن إذا قبضها الإنسان زكاها مرة واحدة، فإذا قدر أن شخصا له على فقير 10,000 ريال وبقيت العشرة عند هذا الفقير 10 سنوات ولكن الله من عليه فأيسر وأوفى، فإنه لا زكاة على صاحب الدين إلا مرة واحدة. امرأة جاءتها الدورة الشهرية في رمضان، وفي آخر أيام الدورة نامت من الليل وهي ما زالت لم تطهر، ونوت إن طهرت فسوف تصوم، ولم تصح إلا بعد الفجر، فنظرت فإذا هي قد طهرت، فهل تكمل الصيام ويكون صحيحا أم تقضي يوما مكانه؟ عليها القضاء، عليها أن تقضي يوما مكانه، وذلك لأنها نامت على نية مترددة لا تدري هل يزول المانع من الصيام وهو الحيض أو لا يزول، فعليها الآن أن تقضي بدل ذلك اليوم، وهي إذا كانت ذلك اليوم قد صامت تؤجر على نيتها، وأما إبراء الذمة فلا بد من أن تقضي ذلك اليوم. يقول: في يوم العيد وقبل دخول الإمام لصلاة العيد انشغل الناس بعضهم بالتكبير والبعض الآخر بقراءة القرآن، فأنكر بعض الحاضرين على الذين يقرؤون القرآن وقالوا: إن الأولى أن تكبروا وتتركوا قراءة القرآن، فأيهما الذي على الصواب؟ الصواب التكبير، ولكن من قرأ القرآن لا ينكر عليه، لأن القرآن ذكر ومن أفضل الأذكار، لكن لما كان التكبير مخصوصا بهذا الوقت والقرآن في كل وقت صارت المحافظة على التكبير أولى، ولكن لا ينكر على الآخر. ولهذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع منهم من يلبي ومنهم من يكبر، ولا ينكر أحد على أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما صحة ما ينسب إليكم بأنكم قلتم بأن الرجل إذا كان عليه دين فاستأذن من صاحب الدين فلا في الحج فلا حرج عليه؟ لا، هذا غير صحيح. الذي عليه الدين يقضي الدين أول، حتى لو أذن له الدائن أن يحج فإنه لا يجب عليه الحج، لأنه إذا أذن له أن يحج هل يسقط الدين؟ لا يسقط، إذن ما في فائدة. نعم، لو كان الإنسان عليه دين يسير يعلم أنه إذا جاء الراتب في آخر شهر الحجة فسوف يوفيه، فحينئذ لا بأس أن يحج لأنه واثق من نفسه. أما الديون الكثيرة هذه فإن الأولى أن يقضيها قبل أن يحج. نعم. سائلة تقول: ما حكم تحسين الصوت في قراءة القرآن للطالبات عند المدرس في الكلية، ومع ذلك أنها غير مع أنها غير
مطالبة بذلك. لا أرى أن تحسن صوتها، لأن الله تعالى يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فكون الطالبة تأتي بالقرآن على وجه الغنة وتحسين الصوت يخشى منه الفتنة، ويكفي أن تقرأ القرآن قراءة مرسلة عادية. نعم. سائلة أخرى تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة للمرأة وهي واضعة العباءة على الكتف؟ فقد وصلني عن سماحتكم بإبطال الصلاة في هذه الحال لأنها تشبه لباس الرجل. الله المستعان. هذه المرأة على عكس أيضا ما أشاعته النساء من أننا نقول لا بأس بلبس العباءة على الكتف ولو كان ذلك في السوق والمتاجر، وكلا الأمرين خطأ. نحن نقول وضع المرأة عباءتها على الكتفين في الصلاة لا بأس به، لأن هذا شيء معتاد عند النساء وليس من خصائص الرجال، حتى نقول إن هذا من باب التشبه بالرجل. وأما لبسها العباءة على الكتفين في الأسواق وبين الناس فلا، لأن لبسها العباءة على الكتفين في الأسواق يؤدي إلى بيان حجم كتفيها ورقبتها، وهل هي طويلة ولا قصيرة عن الرقبة، فيكون في ذلك فتنة. ثم من الذي يأمن إذا رخص للنساء في لبس العباءة على الكتف في الأسواق؟ من الذي يأمن أن تتطور المسألة ثم تبدأ النساء تخرج إلى الأسواق بالمقطع، يعني بالقميص بدون عباءة؟ لأن النساء في الغالب إذا فتح لهن الباب الصغير صار بابا كبيرا، وربما قلعنا الباب كله ودخلنا من غير أبواب. لذلك نقول لبس وضع العباءة على الكتفين في الصلاة لا بأس به ولا يبطل الصلاة، وأما المشي به في الأسواق فلا، لأنه يجر إلى فتنة وهو ذريعة إلى توسع النساء في اللباس. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أخ عزيز عندي في دولة إسلامية يريد أن يوكلني بالحج، وهو قادر على الحج، ولكن دولته لا تسمح له بالذهاب إلى الحج لأنه لم يصل إلى سن الحاج الذي حددته تلك الدولة. فقلت له: سوف أسأل الشيخ عن حكم المسألة ثم أخبرك بذلك، فهل يصح بأن أحج عنه أم ماذا؟ أخبره بأنه لا يصح أن تحج عنه، لأن هذا المانع يرجى زوال. متى يزول؟ إذا بلغ السن النظام عندهم. والعزل إذا كان يرجى زواله فإنه لا يجوز لمن وجب عليه الحج أن ينيب غيره. ولهذا نقول إذا جاء وقت الحج والإنسان مريض مرضا عاديا يرجى أن يشفى منه، هل له أن يوكل؟ لا. لكن لو كان مرضا مستمرا لا يرجى الشفاء منه فله أن يوكل، فليخبر صاحبه بأنه لا حج عليه لأنه عاجز، وأنه لا يجوز أن يوكل لأنه يرجى زوال عجزه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل الفتور في عمل الصالحات بعد رمضان دليل على عدم القبول؟ أنا أحس بفتور وأخشى ألا يكون الله قد تقبل مني. هذا لا، ليس دليلا على أن الله لم يقبل منك، لكنه دليل على ضعف الهمة وعدم الرغبة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يصبر نفسه وأن يحملها على العمل الصالح، لأن رمضان مدرسة في الواقع، 30 يوما أو 29 يوما تمضي وأنت متلبس بالعبادات المتنوعة، لا بد أن يؤثر على قلبك وعلى مسيرك، فاغتنم هذه الفرصة. أما أن نقول
إن من عاد إلى المعاصي بعد رمضان فإنه علامة على عدم القبول، فلا نستطيع أن نقول هكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: جاءتني ناقة من البر فدخلت مع إبلي وحاولت طردها عدة مرات ولكن لم أستطع، ولها الآن 4 سنوات قد تركتها مع إبلي تأكل معها وتشرب، وقد أخبرت بها في الأسواق وفي البوادي ولكن لم أعرف صاحبها، أرجو الإفادة عن الحكم عليها. قدر قيمتها كم تكون أو بعها وتصدق بالثمن أو بالقيمة التي تقدرها على الفقراء بالنية عن صاحبها، لأن هذا هو الذي تستطيعه. يقول: أفطرت في رمضان متعمدا 3 أيام وقد تزيد، ثم تبت إلى الله والحمد لله، فماذا يجب علي؟ يجب عليك أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها إذا كنت أفطرتها في أثناء النهار، أما إن كنت تركتها من الأصل ولم تشرع في الصوم فإنها لا تقبل منك ولو قضيتها، ولكن عليك أن تتوب إلى الله وتكثر من الأعمال الصالحة. يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب مقترض من صندوق الراغبين في الزواج مبلغ 30,000 ريال، ومقترض من بنك التسليف بمبلغ 20,000 ريال، وأنا في منزل مستأجر وراتب الشهري 600 و2000 ريال، فهل يجوز أن أخذ الزكاة وأدفع بها دين الذي علي، مع العلم أني أملك أرضا تقدر قيمتها 120,000 ريال، وأنا حاليا في حيرة، هل أبيع الأرض التي أود أن أعمر عليها مسكنا لي أم أسدد الدين الذي علي وآخذ من الزكاة؟ لا يلزم هذا السائل أن يبيع الأرض أم أسدد الدين الذي علي وآخذ من الزكاة؟ لا يلزم هذا السائل أن يبيع الأرض التي أعدها ليبني عليها، لأن هذه من ضروريات، وله أن يأخذ من الزكاة مقدار ما عليه من الدين ويقضي بذلك دينه. أما إذا كان عنده بيت ولكن يريد أن يتوسع وقد أعد هذه الأرض لبيت واسع فإنه لا يحل له أن يأخذ من الزكاة، بل الواجب أن يبيع هذه الأرض ويوفي بها دينه، أو يبيع بعضها إذا كان بعضها يفي بالدين. يقول: إذا كان بعض الناس يرغب في بناء مسجد بمبلغ من المال، فأيهما أفضل، أن يشارك غيره في بناء مسجد كبير يضمن عدم الحاجة إلى هده وتوسيعه خصوصا مع تزايد السكان، أم يبني مسجدا صغيرا بدون مشاركة مع أحد؟ الأفضل الأول، لأن المبنى الصغير ربما يكون من حوله قليلين ثم يزيدون، وحينئذ يهدم ويعاد مرة ثانية. لكن إذا كان أهل المسجد الصغير مضطرين إليه أكثر من ضرورة أهل المسجد الكبير فهم أولى لدفع ضرورته. لكن مع التساوي المشاركة في المسجد الكبير أحسن، لأنه أضمن، فصار في المسألة التفصيل. إذا كان أهل المسجد الصغير مضطرين إلى هدمه وبنائه فهو أفضل من المشاركة، وإذا كانوا غير مضطرين أو كانت الضرورة واحدة في هذا وهذا فالمشاركة في الكبير أفضل. نعم. يقول: أفتى شيخ في منطقتنا بأن السقط الذي له 3 شهور يغسل ويكفن ويصلى عليه، فهل هو مصيب فيما قال؟ غير مصيب فيما قال، لأن السقط الذي قبل أن تنفخ فيه الروح ليس بإنسان ولا يبعث، وإنما يبعث من نفخت فيه الروح، وهذا لا يتم قبل 4 أشهر. لذلك أرجو من السائل أن يبين لمن أفتاه بأن هذه الفتوى غير صحيحة، وأن السقط الذي يصلى عليه هو الذي نفخت فيه الروح، وأما قبل ذلك فلا يصلى عليه.
شخص عقد على امرأة ب40,000 ريال سعودي، وحال الحول والصداق عندها، ثم زكته فأخرجت 1,000 ريال زكاة عليه، ثم طلقها قبل الدخول بها، فهل يرجع الزوج ب20,000 ريال كاملة أم يخصم منه نصف الزكاة فتكون الزكاة على الزوج والزوجة أم ماذا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن الزكاة على الجميع لأن نصفها ملك لها ونصفه الآخر ملك له، ومنهم من قال إنه على الزوجة فقط لأنها هي التي استقرت عليها الزكاة قبل أن يتنصف المهر، فما دامت استقرت عليها الزكاة قبل أن يتنصف المهر فالزكاة عليها وحدها، والزوج يعطى نصف المهر كاملا. ومثل هذه الحال ينبغي للزوجين أن يصطلحا، والزكاة ليست مغرما، فلو خصمت من نصيب الزوج لم يضره شيئا، يعني لو خصم من نصيب الزوج مقدار زكاته فقط ومن نصيب الزوجة مقدار زكاتها لكان هذا حسنا. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم تجسيد القصص النبوي أو القرآني بأفلام كرتونية ربما زيد فيها وغير، كقصة الغلام، أعني غلام الأخدود، أو قصة أصحاب الفيل كما في سورة الفيل، أو قصة الراهب والملك والساحر، وما حكم استخدام الدف في مثل هذه الأشياء؟ أولاً أن هذه القصص قد لا تكون صحيحة، فكيف يبنى على غير صحيح؟ ثانياً أني أخشى أن يقال لمن جسدها وصورها: أين الدليل على أن صورة الغلام على هذا الوجه وصورة الساحر على هذا الوجه؟ أين الدليل على أن أصحاب الأخدود على هذا الوجه والذين فتنوهم على هذا الوجه؟ فليس عنده علم بذلك. والخلق ما زال ينقص، الخلق كان أولا الإنسان كبير، خلق آدم طوله في السماء كم؟ 60 ذراعا، وورد في أحاديث أخرى أن عرضه 7 أذرع، وما زال الخلق ينقص حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن. فما الذي أتراه أن أصحاب الأخدود على هذا الوجه؟ لذلك أنا أقول إن الورع عدم تجسيد هذه الأشياء، ويكفي أن توصف بالكلام. نعم. سائلة تقول: أنا امرأة ملتزمة ولله الحمد، أريد أن أربي أولادي التربية الإسلامية الصحيحة، وزوجي هداه الله يوجد لديه دش، أعني القنوات الفضائية وما يعرض فيها وما فيها من مما يستحى من ذكره، وزوجي يسمح لأولادي بمشاهدة هذا الدش، حتى إن أولادي تغيرت أخلاقهم، وعندما نصحت زوجي بإخراج الدش من البيت ضربني ضربا شديدا، وأنا أريد الطلاق منه، فما رأيك يا فضيلة الشيخ؟ أما الزوج فإني أوجه إليه نصيحة وأقوله: اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واعلم أنك مسؤول عن هذا، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا الخطاب الذي حملك الله تعالى أن تقي نفسك وأهلك النار سوف تسأل عنه، سوف تسأل عنه يوم القيامة. ثانيا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فقد جعلك النبي صلى الله عليه وسلم راع على أهلك وحملك المسؤولية، فكيف تجلب إليهم هذا الدش الذي لا أحد يشك فيما يعرض فيه من المنكرات العظيمة التي أفسدت العقائد والأفكار والأخلاق والآداب؟ كيف ترضى لنفسك بهذا ولأهلك بهذا؟ ولا شك أن المرأة إذا كان ما ذكرته صحيحا أنها هي التي على صواب، وأن الرجل ليس على صواب،
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله على رعية، أو قال استرعاه الله على رعية، يموت يوم يموت وهو غاش على لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نسأل الله العافية. ونحن نسأل حتى ننظر هل ينطبق هذا الحديث على هؤلاء القوم. أولا نسأل: هل هذا الرجل استرعاه الله على رعية؟ نعم، استرعاه الله على رعية. هل كونه يجلب هذه الآلة الخبيثة المدمرة للعقيدة والفكر والخلق والعمل، هل هو ناصح ولا غاش؟ طيب، إذا مات يدخل في الحديث، إذا مات يدخل في الحديث. الرسول عليه إن النبي عليه الصلاة والسلام جزم وعمم: ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولكن يجب أن نعلم أننا نقول بهذا على سبيل العموم لا على سبيل الخصوص، بمعنى أننا لا نشهد لهذا الرجل المعين الذي أتى بالدش ومكن أهله مما فيه، لا نقول هو نفسه لا يدخل الجنة، لأننا لا ندري، ربما يتوب، ربما يكون له حسنات عظيمة تمحو هذه السيئات، ربما يعفو الله عنه. لكن على سبيل العموم لا إشكال في أننا نجزم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب علينا أن نجزم بما قال الرسول. ولكن هناك فرق بين التعيين وبين التعميم، بين التعميم والتعيين. لذلك لو مثل إنسان عنده جار مات وهو جالب لأهل هذه الآلة الخبيثة، لا يجوز أن نقول لأهله إن صاحبكم قد حرم الله عليه الجنة. لماذا؟ لأن ما نعين، ما نعين على أحد لا عذابا ولا نعيما إلا ما عينه الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أننا لو رأينا شخصا جلدا شجاعا مقداما يقاتل الأعداء ثم قتل في الصف، هل نقول إنه شهيد؟ ما نقول إنه شهيد، مع أن فعله ظاهره أنه شهيد، لكن لا نقول إنه شهيد لأن ما ندري. والمدار على ما في القلب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقال: والله أعلم، أنا ما ندري، ربما يكون عند آخر لحظة حصل له ما يبطل هذا العمل. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيح على هذا، فقال: باب لا يقال فلان شهيد. فالخير والشر، يعني العقوبة والمثوبة، كلها لا نشهد للشخص المعين، لكن نشهد على سبيل العموم، فيجب أن تلاحظوا هذا. ولهذا صدر لنا خطبة بينا فيها أن من خلف لأهله هذه الآلة الخبيثة فإنه يحرم من دخول الجنة، لكن ما نقول فلان ابن فلان يحرم ولو خلف لأهله. ولما رأينا بعض الناس يعني استغرب هذا الشيء، وخفنا أن الناس يعير بعضهم بعض، يصير كل واحد يجي الشخص خلف الدش يقول أبوك حرام على الجنة، ويحصل في هذا شيء من الفتنة. قلنا إن من فعل ذلك فإنه يخشى أن ينطبق عليه الوعيد. نعم. يعني هل تغيرت الفتوى يا شيخ؟ لا، ما تغير من حيث الحكم، ما تغير، لكن من حيث اللفظ خوفا من أن يتوهم الناس فيها معنى فاسدا تغير. يقول فضيلة الشيخ: لقد قمت بالحجز والتعاقد مع إحدى الحملات للحج هذا العام، وبعد أن تعاقدنا على أن يكون المبيت داخل منى
فإذا بهم يخبرون أن هناك احتمالا بأن المبيت قد يكون في خارج منى، قد يكون بالمزدلفة أو بالعازية أو نحو ذلك، فهل هناك حرج أن أسافر مع هذه الحملة أم يجب علي فسخ العقد والسفر مع حملة أخرى ليس فيها ذلك؟ أرجو الإفادة. إذا كنت يمكن أن تحصل على حملة قد حجز لها مكان في منى فلا تكن مع هؤلاء. أما إذا كان الناس على حد سواء كل لا يدري، قد يحصل له مكان وقد لا يحصل، فما دامت هذه الحملة قد رضيتها ورضيت الرفقاء فيها فكن معهم. فيه بقي فقرة في المرأة التي سألت عن زوجها الذي كان يضربها ويمكن أولاده من مشاهدة الدش، هل تطلب الطلاق؟ أرى أن في أن لها أن تطلب الطلاق، لها أن تطلب الطلاق، ولكن يجب أن تتأمل ماذا يحدث بعد الطلاق وهي لها أولاد. ربما يحصل تفرق الأولاد، وربما يحصل أن الزوج يتسلط على الأولاد ويأخذهم وتحصل مطالبات ومنازعات، فأرى أن تصبر وتحتسب، وهي إذا حصلت المعصية بدون رضا منها فليس عليها إثم. نعم. يقول: لقد صمت رمضان ولله الحمد، ولكن أفطرت يوما لسفري وبعد رمضان يقول ولكن أفطرت يوما لسفري وبعد رمضان شرعت في صيام الست من شوال، وتذكرت بعد مضي 3 أيام. يقول: لقد صمت رمضان ولله الحمد، ولكن قد أفطرت يوما لسفري وبعد رمضان شرعت في صيام الست من شوال، وتذكرت بعد مضي 3 أيام أن علي قضاء يوم، فما الحكم وماذا أفعل؟ الآن مضى 15 يوم من شوال، ما سوى شيء، السائل موجود؟ موجود السائل؟ خاف السائلة. طيب، على كل حال في مثل هذه الحال إذا شرع الإنسان في صيام أيام الست ناسيا أن عليه قضاء، فإنه إذا تذكر القضاء يصوم القضاء الذي عليه ثم يكمل أيام الست، لأن الترتيب هنا سقط لنسيانه ما عليه، والترتيب يسقط بالنسيان، لكنه إذا كان قد نوى اليوم هذا من الست فلا يجعله عن القضاء، لأن القضاء لا بد أن ينوه من قبل الفجر. نعم. يقول: أنا إمام مسجد دائم وآكل الثوم ولا أستغني عنه أبدا، علما أني إذا أكلت الثوم لا أجلس في المسجد أبدا لئلا أضايق الجماعة، فإني من باب المسجد إلى المحراب ومن المحراب إلى خارج المسجد، وأؤدي السنة في المنزل، هل يجوز لي ذلك؟ وكيف السبيل إلى طريقة أحسن من هذا؟ لا يجوز للإنسان إذا أكل بصلا أو ثوما وبقيت رائحته لا يجوز أن يدخل المسجد، لا المحراب ولا وسط المسجد، لا إماما ولا مأموما ولا منفردا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. لكن إذا كان لا بد أن يأكل فليستعمل أشياء ذات روائح قوية تضمحل معها رائحة الثوم والبصل، فإذا زالت الرائحة فلا بأس أن يحضر إلى المسجد ويكون إماما أو مأموما أو منفردا، أما ما دامت الرائحة باقية فلا يجوز أن يدخل المسجد. شخص كان مريضا في المستشفى في أيام رمضان
وقد تسحر لأجل أن يصوم، ولكن بعدما أكل السحور أتاه القي فتقيأ فتحير هل يصوم أم لا، وتذبذب في نية الصيام، وبعد ذلك صام، فما حكم صوم يومه هذا وقد تذبذب في النية في أول يومه، أيصوم أم لا؟ ما دام هذا قد نوى الصوم لكنه تردد هل هذا القيء يفسد الصوم أو لا، ثم استمر في عزيمته على الصوم فصومه صحيح، لأن هذا تردد في كون هذا الذي وقع مفسدا أو غير مفسد، وما تردد بالنية لكن شك هل يفسد صيامه بهذا القيء أو لا، فنقول صيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن ليعلم أن القيء لا يفسد الصوم إلا إذا تعمده الإنسان، أما إذا لم يتعمد فإنه لا يفسد الصوم بذلك، حتى لو فرض أنه لم يحاول أن يهدئه بل تركه لا جلبه ولا هدأه فخرج فإن صومه صحيح، وعلى هذا فنقول له السائل إن صومك صحيح ولا قضاء عليك. نعم. شخص مرض طوال شهر رمضان ومات وهو في المستشفى ولم يقضي شيئا ولم يكفر عنه، فماذا عليه الآن؟ هل يصام عنه أم يكفر؟ نرجو الإفادة. إذا كان هذا المرض الذي أصابه في رمضان مرضا مما ييأس الناس من برئه فإن الواجب الإطعام عنه ولا يصام عنه، أما إذا كان مرضا يرجى برؤه لكنه اشتد به حتى مات فإنه لا قضاء عليه ولا إطعام، لأن من أفطر لمرض يرجى برؤه ففرضه الصيام، فإذا استمر به المرض فإنه لا قضاء عليه لأن فرضه أن يصوم إذا قدر، لكن في مثل هذه الحال إذا كان في أول رمضان مرضه يرجى برؤه وبعد النصف انتقل المرض إلى مرض لا يرجى برؤه ثم مات، فهنا نقول يطعم عن الأيام الأخيرة التي وصل به المرض إلى حد لا يرجى برؤه، أما الأيام الأولى فهذه الفرض فيها القضاء ولم يتمكن منه فتسقط عنه. يقول أنا عمري 30 سنة، هل يجوز لي أن أؤخر الحج إلى السنة القادمة وأنا مستطيع الحج الآن؟ لا يجوز، من وجب عليه الحج وجبت عليه المبادرة، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، ربما يفقد هذا المال، ربما يمرض في المستقبل، ربما يموت، فمن وجب عليه الحج وجبت عليه المبادرة ولا يحل له أن يؤخره. نعم. يقول فضيلة الشيخ من المعلوم يا فضيلة الشيخ أن وقت صلاة الضحى يأتي وأنا في وقت عملي وأنا مدرس في الفسحة وفي وقت فراغي، فقال لي أحد الإخوة من المعلمين لا يجوز لك التنفل في وقت الدوام، وآخر يقول يجوز لك أن تتنفل أقل ما يمكن بركعتين رغم أني في الفسحة أي في وقت فراغ، فما حكم فعلي؟ لك أن تصلي ما دمت في فسحة ركعتين أو 4 ركعات أو أكثر، لأنك لم تنشغل عن شيء واجب عليك، أما إنسان بيخرج من الفصل ويصلي الضحى هذا حرام، لكن إنسان ليس عنده درس، إما أنه في الفسحة الطويلة أو أنه في حصة لا يدرس فيها، فله أن يصلي وله أن يقرأ القرآن وله أن يقرأ كتابا وله أن يكتب. نعم. يقول بعض الناس يا فضيلة الشيخ يؤخرون صيام 6 أيام من شوال إلى أيام البيض أو 2 والخميس، فأيهما أفضل، التتابع أم تأخيرها؟ التتابع أفضل، لأن هذه تابعة لرمضان كالراتبة تماما، فكونه يبدأ بها من حين أن يفطر
يعني في اليوم الثاني من شوال ويتابع أفضل لا شك في هذا. ثم إنه إذا نوى بهذه الأيام الستة أنها عن أيام البيض كفاه، لأنه يصدق عليها أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر. ثم إن هذه الأيام سوف يمر عليه الاثنين، يوم الاثنين ويوم الخميس، أو يوم الخميس أو يوم الاثنين، لا بد من هذا، فيحصل له الأجران جميعا. نعم. يقول: رجل قام بأداء العمرة ونسي أن يقصر أو يحلق ولبس ثيابه، وذكر وهو في مكة أنه لم يقصر أو لم يحلق، يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. يقول: رجل قام بأداء العمرة ونسي أن يقصر أو يحلق ولبس ثيابه، وذكر وهو في مكة أنه لم يقصر ولم يحلق، وسافر إلى بلده. السؤال: ما حكم عمرته وماذا أفعل؟ عمرته صحيحة لأنه ما بقي عليه إلا الحلق والتقصير، ولكن من العلماء من يقول يحلق ويقصر، يعني يخلع ثيابه الآن، لأنه يحرم عليه أن يلبس الثياب قبل الحلق والتقصير، فيخلع الثياب ويلبس ثياب الإحرام ثم يقصر أو يحلق. ومنهم من قال إنه ثبت عليه الدم بمغادرته مكة، ويذبح في مكة فدية توزع على الفقراء، وأرى أن الأخير أحسن، أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء، هذا إن كان غنيا، أما إذا كان فقيرا فلا شيء عليه. يقول: شخص لم يعقد نية الإحرام إلا بعد أن تجاوز الميقات بعشر كيلو تقريبا جاهلا، وكذلك لبس ثوبه قبل أن يحلق شعره ناسيا. أما المسألة الأولى وهو الذي لم يحرم الميقات جاهلا فلا إثم عليه، لكن عليه عند العلماء أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء لأنه ترك واجبا. وأما الذي لبس قبل أن يقصر، وأما الثانية وهي كونه لبس قبل أن يقصر ناسيا فلا شيء عليه. نعم. ما هي الفضائل في شهر ذي الحجة؟ نعم. يقول: ما هو فضائل شهر ذي الحجة؟ نعم، شهر ذي الحجة المراد الظاهر العشر، أنه ينبغي للإنسان في هذه العشر أن يكثر من الأعمال الصالحة من الصلاة والصدقة والصيام أيضا، لأنه سوف يصوم الأيام التسعة، وكذلك كل عمل صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يقول: أحد الإخوة كان عليه يوم من رمضان، فلما انتهى رمضان نسي أن عليه يوما واحدا، فصام ثاني العيد، والنية كانت صيام ست من شوال، فلما كان في وقت العصر تذكر أن عليه يوما واحدا فرضا، فحول النية من النفل إلى الفرض ثم أكمل الصوم. السؤال: هل صيامه هذا يحسب له فرضا؟ لا يحسب له فرضا، وهذا تكلم عليه قبل قليل، وقلنا إنه لابد أن يكون الفرض منويا من قبل طلوع الفجر. فعلى هذا نقول للأخ السائل: يجب عليك الآن أن تقضي اليوم الذي عليك. ما حكم الصلاة خلف إمام فيه لكنة أي عقدة في لسانه، فيغير بعض حروف القرآن فتخرج الكلمة غير صحيحة، مثلا الصراط تخرج ثاء بدلا من الصاد، والمستقيم تخرج ثاء بدلا من السين، وهكذا. المستقيم تخرج ايش؟ سين ثاء. ثاء الصراط. 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 المستقيم. المستقيم. طيب. نرى ان هذا الامام لا يحل له ان يكون اماما للناس، لان هذا التغيير يغير المعنى، فليتخلى عن الإمامة ولتكن إلى شخص آخر سليم. لكن لو فرض أن الإنسان دخل معه وهو لا يدري ثم أتم الصلاة، وهذا الذي دخل معه يقرأ الفاتحة لنفسه قراءة صحيحة،
فلا إعادة عليه. تقول: جامعني زوجي في نهار رمضان في حالة ضعف مني ومن غفر الله لنا، فهل يجزئ الآن أن نذبح ذبيحة ونفرقها أو نطعم 160 مسكينا أم لا يجزئ؟ الواجب عليه وعلى زوجته أن يعتق كل واحد منهما رقبة، فإن لم يجد صام كل واحد شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع أطعم كل واحد 60 مسكينا. نعم. هل من توجيه في هذه المسألة في مسألة الجماع في نهار رمضان؟ التوجيه في هذا أن نقول إن الجماع في نهار رمضان هو أشد ما يكون من المفطرات وأعظمها، والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يجعل نعم الله عليه معصية، فإن الله لما أنعم عليه بالزوجة فالواجب أن يتمتع بها حيث أباح الله له ذلك، وليصبر، والمسألة ما هي إلا ساعات ثم تغرب الشمس ويحل له أن يأتي أهله. لكن بعض الناس ضعيف الإيمان وضعيف النفس يعجز عن أن يملك نفسه، بل تجده والعياذ بالله يملي عليه الشيطان في النهار وتشتد شهوته أكثر من الليل. نسأل الله لنا ولهم الهداية. جزى الله والدنا وشيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات، وجزاكم الله أنتم خير الجزاء على حضوركم، وبارك الله في الجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.